بنصبح على حضراتكم مره تانية، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا شرف عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب وكمان المرور. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير بسنت. صباح الخير يا احمد. صباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير عليك. يعني طمنينا كده النهارده اليوم عامل ازاي؟ اهم حاجه احنا لسه مستمرين فيها، احنا عارفين ان احنا مستمرين فيها لاخر الاسبوع، لكن بعد كده ان شاء الله هنطمن اكيد عن حاله الجو معاكم على مدار الايام اللي جايه ان شاء الله. لكن خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا طبعا جولتنا من القاهره من كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيوله مروريه نسبيه، اما الكورنيش في كثافات مروريه بسيطه بتزيد بعض شويه للمتجه الى ميدان التحرير، وكمان في بعض الكثافات اللي مكمل لحد المعادي وحلوان، لكن طريق الاوتوستراد للاتجاه القادم من مناطق التبين اتجاه مناطق المعادي مغلق وفي تحويل لحركه المرور للاتجاه الاخر، وده تزامنا مع القيام بتنفيذ اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع. مرورا بقى على طريق الاوتوستراد بجوار القوميه للاسمنت، لكن بالنسبه للمطلع المقطم للمتجه الى محور صلاح سالم مغلق حتى منتصف أغسطس، وده طبعا بسبب بعض الأعمال. هنروح في اتجاه كوبري أكتوبر لمنطقتي الإسعاف ورمسيس واللي بيشهد كثافة مرورية على طول كوبري أكتوبر حتى نزلة غمرة والعباسية، لكن المتجه في شارع بورسعيد إلى شرابية وحدائق القبة حتى كوبري السواح والأميرية، والعكس في كثافات عند كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الويلي. باختصار كثافات المرورية في القاهرة بسيطة لكن بعضها بيزيد مع الذروة الصباحية. ونلفت نظر حضراتكم إلى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة أعلنت عن تعيين خدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وكمان تسيير حركة المرور تزامنا مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبري سيارات بمحور سميرة موسى المار أعلى محور محمد علي فهمي، وطبعا كمان كوبري سيارات بمحور سميرة موسى المار أعلى محور عمر سليمان على أن تكون الأعمال ليلا ونهارا اعتبارا من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل النهاردة وحتى الساعة 6 الصبح من يوم السبت المقبل. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، والإدارة العامة للمرور أعادت حركة السيارات على محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، وده مع استمرار تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان حتى اتجاه 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى الطريق المستحدث الذي تم إنشاؤه يمين محور 26 يوليو بمسافة 1 كيلومتر تقريبا، ثم العودة إلى الطريق من جديد، وده بينتج عنه بعض الكثافات أكيد المرورية المتحركة. لكن بالنسبة لمحور 26 يوليو قبل ميدان لبنان بيشهد كثافات مرورية بسيطة حتى نادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو، أما محور صفت بيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل شارع جامعة القاهرة، ولكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم اللي بدأت تظهر فيه الكثافات البسيطة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطلبية. في كمان كثافات عالية المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وبتظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. نروح معاكم لمحافظة الإسماعيلية، واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي اللي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا بتستمر من أول القاهرة حتى مدخل المدينة، والمتجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية الطريق كويس جدا، لكن بتكون في بعض الكثافات في مدخل عدد من المدن وكمان على طول الطريق. أما شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية، أما طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق، لكن متجه إلى بورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة إلى جنوب الصعيد نكمل مع محافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية، في كمان بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية، في كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير، لكن بالنسبة لطريق المنشأة
وطريق أخميم جرجة بيشهد أيضا سيولة مرية في الاتجاهين القادم إلى مدينة سوهاج أو العكس. أخيرا بقى طريق أسوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرية. وبكده خلصت جولتنا المرية. خلونا دلوقتي نتعرف معاكم على متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ من الدولار الأمريكي. سعر البيع 18 جنيه 95 قرش للبيع و 18 جنيه 87 قرش للشراء. اليورو 19 جنيه 40 قرش للبيع، 19 جنيه 32 قرش للشراء. جنيه الاسترليني 22 جنيه 77 قرش للبيع، 22 جنيه 67 قرش للشراء. فرنك سويسري 19 جنيه 58 قرش للبيع، 19 جنيه 49 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 81 قرش للبيع، 2 جنيه 79 قرش للشراء. الريال السعودي 5 جنيه و4 قروش للبيع، 5 جنيه وقرشين للشراء. الدينار الكويتي 61 جنيه 69 قرش للبيع و61 جنيه 34 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و16 قرش للبيع و5 جنيه و13 قرش للشراء. متوسط اسعار الذهب النهارده: عيار 18 سجل 840 جنيه، عيار 21 سجل 980 جنيه، عيار 24 سجل 1120 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 7840 جنيه. خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. لسه في ارتفاع في درجات الحراره، والجو النهارده هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لكن في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. ده غير ان في نشاط للرياح على سواحل البحر الابيض المتوسط، وده هيؤدي الى ارتفاع الامواج بقيم تتراوح من متر ونص الى مترين ونص. درجه الحراره في القاهره النهارده 36، واعلى درجه حراره هتكون في ادفو 43، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 30 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.